أهلا وسهلا. أهلاً في غرفة عمليات مجموعة عمليات المنطقة الغربية، وليست هذه المرة الأولى التي تزورون فيها وتعاضدون في كل الجبهات. كنتم السباقين وكنتم الحاضرين وكنتم الداعمين. أحيي في البداية قبائل وادي الشاطئ التي كانت دائما في المقدمة بأبنائها وبمعنوياتها وبدعمها للقوات المسلحة. ليس غريبا على قبائل وادي الشاطئ وعلى إخوتنا في قبيلة المجارحة هذا الشيء، فهي من قبائل الليبية العريقة الأصيلة التي لا يزيد عليها أحد. وأحيي ثانيا أهلي في الأصابع الذين كانوا إلى جانب عمليات الكرامة، ليس قبل أن تصل القوات المسلحة إلى مشارف غريان، بل الأصابع العنيدة كانت مع القوات المسلحة منذ انبلاج عملية الكرامة، وأنا شاهد على ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جميعا على الوطن. إن أبناؤكم في القوات المسلحة يقفون في كل الجبهات، في جبهة يزيد طولها عن 80 كيلومتر مواجهة ضد هؤلاء الشراذم الذين تدعمهم الدول التي ترعى الإرهاب، ولكنهم صامدون ويحققون المهام كل يوم ويدفعون بقوافل من الجرحى والشهداء من أجل الوطن، من أجل الوطن فقط، من أجل الوطن.